أي كائن حي لديه إحساس وخوف ورغبة في الحياة مثل الإنسان، وأصبح يوجد عدد جمعيات خاصة في هذا الزمن لحفظ حقوق هذه الكائنات الحية التي تعيش معنا. في هذا الفيديو يوجد بعض الأشخاص الأبطال الذين خاطروا بحياتهم من أجل إنقاذ حيوان أو مخلوق ضعيف لا مفر له من الموت. هيا بنا نتعرف على أعمال هؤلاء الأبطال، فالراحمون يرحمهم الرحمن. ولكن قبل البدء لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم أي شيء جديد. صغير البقر. دخلت بقرة صغيرة في وسط مجموعة تماسيح ضخمة، ولكن لا تقلقوا، فهذا الرجل الذي يرتدي قميصاً أصفر قام بالتدخل وأنقذه. حقاً كيف فعل ذلك؟ إن هذا الأمر بالفعل خطير جداً، ولكن الحمد والشكر لله لم يحدث للرجل أي شيء ولا لهذه البقرة الصغيرة. الفهد. في هذا الفيديو يظهر لنا إحدى الفهود وقد سقط في بئر به ماء. هذا الفهد كان متعباً، فلقد حاول تكرار الخروج من هذا البئر ولكنه فشل في الخروج. فقام السكان في هذه المنطقة بالاتصال بحقوق الحيوان، وقاموا بالإتيان بأوراق الأشجار لكي يقوموا بعمل ظل لهذا الفهد حماية له من الشمس. وعندما جاءت حقوق الحيوان قاموا بإنزال سلم لمحاولة إنقاذ الفهد، وقاموا بعمل شبكة كي يستطيعوا إخراجه وعدم الإضرار بأحد من الموجودين. الجدي المعلق. انظروا يا شباب، يوجد حادثة من الصعب أن يصدقها عقل. هذا الجدي تم تعلقه في إحدى الأسلاك المعلقة الكهربائية على ارتفاع 6 أمتار، فكيف يمكن أن يحدث هذا وكيف وصل إلى هذا الارتفاع؟ وقد نشر الديلي ميل هذا الخبر أنه كيف استطاع هذا الجدي أن يعلق في إحدى الأسلاك الكهربائية وكيف قام هؤلاء الأشخاص بإنقاذه. ولقد استطاعوا أن ينقذوه باستخدام سلم طويل، وأخيراً استطاع هذا الجدي أن يتحرك مرة أخرى ويمشي على الأرض بأرجله. هل يوجد من يعرف كيف علق هذا الجدي بهذا الشكل؟ لا يوجد أحد شاهد الواقعة من أولها. فجأة رأى الناس هذا المنظر. كلب أبيض. من منا لن يحزن على رؤية هذا الكلب؟ هذا الكلب كان يظهر عليه الحزن والألم والخوف بسبب وقوعه في إحدى العيون المائية، وفي آخر الأمر قام أحد العاملين بالقرب من هذا المكان بالنزول إلى العين وإنقاذ هذا الكلب وإخراجه من هذا المكان. وبعد خروجه تم حمله إلى أحد الأطباء البيطريين في نفس المكان. ماعز بداخل حفرة. هل تعلمون أن طريقة هؤلاء الأشخاص ذكية جداً في إخراجهم لإحدى الماعز التي سقطت في إحدى الحفر الضيقة جداً؟ فقد قاموا بإنزال أحدهم داخل الحفرة، والآخرون قاموا بمسك رجليه وإنزاله في الحفرة، ثم قاموا بجذبه ونجحوا في إنقاذ هذا الماعز من هذه الحفرة. كلب في بحيرة ثلج. أحد الكلاب سقط في إحدى البحيرات المثلجة وكاد أن يموت، ومن حسن حظه أنه كان بالقرب منه بعض الناس الذين ساعدوه. هذا الكلب يظهر وكأنه يطلب المساعدة من أي أحد لكي ينقذه، ولا يستطيع التنفس بسبب البرودة والتجمد، وكان يحاول إبعاد الثلج عنه لكي يظهر للمرة وحتى لا يتجمد وهو في مكانه. فقام أحد الأشخاص بارتداء أحد البدل المدفأة وقام بالذهاب إلى هذا الكلب وانتشاله من هذه البحيرة، وقام بإنقاذه وتدفئته. لقد كان محظوظاً جداً هذا الكلب، فلقد قامت هذه العائلة بالاهتمام به وتربيته. قطة ضائعة. هذه القطة وقعت في هذا المكان ولا تستطيع الصعود مرة أخرى، فقام أحد الأشخاص بإنزال حبل لها، وبعد ذلك قامت القطة بالتمسك في هذا الحبل حتى أخرجها من مأزقها، فالشكر لله على سلامتها. كلب أسود. في هذا الفيديو يوجد عدة أشخاص يعانون معا لإنقاذ إحدى الكلاب السوداء الذين سقطوا في إحدى مجاري المياه، وبسبب أن المياه تنضفق بشدة فإن هذا الكلب لم يستطع المقاومة وكاد أن يسقط في هذا التيار، ولكن حقا يوجد إحدى الشباب الأبطال أنقذ هذا الكلب. هذان الشخصان قاموا بمحاولة سحبهم أيضا إلى أعلى بسبب صعوبة الصعود لميولة الجدار، ولكنهم لم يستطيعوا، فانضم إليهم آخرون حتى أخرجوا الشاب والكلب من هذا المأزق. العمل الجماعي
أمر جميل جداً يا شباب. كلب متعلق في نافذة. في هذا التسجيل يوجد رجل بقميص أصفر خرج من إحدى النوافذ وتسلق المبنى، وبعد ذلك لاحظنا أنه يوجد كلب معلق بالأعلى وكاد أن يسقط، ولكن هذا الرجل قام بالصعود متسلقاً إلى هذه الشرفة بدون استخدام حبل أو أي شيء، ومما يبدو من هذا الفيديو أن موقعه في إحدى الشرفات العالية جداً. في آخر الأمر تم إنقاذ هذا الكلب بنجاح. قرش تائه. بالرغم من أنه عادة يخاف الناس من سمك القرش، إلا أن هؤلاء الأشخاص قاموا بإنقاذ هذا القرش وإعادته إلى الماء مرة أخرى. عمل رائع يا شباب، أليس كذلك؟ حسناً يا شباب، أي من هذه الحوادث أبهركم طريقة إنقاذه؟ أخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب والمشاركة إذا أعجبكم الفيديو. شكراً لكم، إلى اللقاء في الفيديو القادم بمشيئة الله وعونه.